السلام عليكم يا شباب، ان شاء الله هنبقى معانا حل الجرامر بتاع يونت 4 بارت 1. كلام عبيط جدا الصراحه، يعني ويعني الجرامر هايف. هو بس هو عباره عن حفظ، هو عباره عن بصمجه. يمكن بتاع بارت 2 هو اللي تقيل شويه، بتاع بارت 2 اللي هو بتاع بقى هاف تو وشود وماست و ايه الفرق ما بين الحاجات ديت، هو ده اللي ايه بلعبك شويه. بس صدقني في الزتونه بتاعتنا او في الخريطه الذهنيه كل حاجه بسيطه جدا باذن الله. نبدا كده رقم واحد، وحاول تشتغل من كتاب العمالقة. مش بقلل من كتاب المعاصر، بس كتاب العمالقة يعني زي اسم الصراحة، يعني من الكتب الجميلة جدا جدا جدا. يعني رقم واحد، نقط do the washing، بعد كده علامة استفهام what about. طيب هي what about و how about الاتنين بيجي وراهم gerund، بس what about يمكن بستخدمها في أساليب تانية ما بيجيش معاها gerund. تمام، لما أحب أسأل عن حاجة استنكارية أو اللي هو حاجة تعجبية شوية. طيب طيب why don't لازم بيجي معاها we او ممكن you. تمام let's، هي let's مفيش فيها اي مشاكل، بس let's تيجي في ايه؟ تيجي في حاجه يعني، بص تيجي في جمله خبريه، ما تجيش في جمله استفهاميه. حقيقي الموضوع بيلخبط جدا، فحاول تركز. يعني يبقى الاجابه الصحيحه شال we، هي شال we. تمام طيب اهو why don't you، استخدم ايه why don't you، يبقى يجي وراها المصدر لسه قايلها من شويه. رقم 3، have you not spending the weekend in the country. طيب هو قال لك spending. تمام، have you ليها تلات تعبيرات، considered thought about. تمام يبقى thought يجي معها about، مش موجودة هناخد considered. اوكي زي الفل. رقم 4، not doing some regular exercise. طيب I suggest، هي I suggest يا شباب من الحاجات اللي بيجي وراها الجيرند، هي I recommend و I would، تلاتة بيجي وراهم الجيرند. let us هي let's، فما تستعبطنيش، يبقى اكيد هي how about، علشان عندي كمان علامة استفهام. هي I suggest صح، بس I suggest تيجي فين؟ في الجملة الخبرية مش في الجملة الاستفهامية. اوكي طيب رقم 5 زي let's بالظبط. رقم 5، نقط try going to bed earlier. try going to bed earlier. تمام، هو هنا الصراحة هي باينة ان هي نصيحة، اللي هو بيقول لك جرب تروح لل، حتى هي ما قالش trying. يعني مثلا انا لو جيت على حاجة زي why don't we، why don't we بيجي وراها الانفينيتيف. طب ما انا عندي هنا الانفينيتيف ما استخدمتوش ليه؟ هقول لك ببساطه، why don't we هي why كده لوحدها في الاول هي بتعبر عن سؤال، صح كده؟ فمحتاج ايه؟ محتاج ان انا استخدم كويتشن مارك، مش موجود، يبقى دي ايه؟ مستبعد. طيب you should، لا you should هي خبريه. طيب what، ما what دي اداه استفهام، يبقى انا محتاج استفهام في الاخر. طب I suggest، I suggest من الحاجات اللي احنا لسه قايلين بيجي وراها الجيرند، يبقى اكيد الاجابه رقم بي. زي الفل. رقم 6، you could not the teacher for help. you could ask ولا to ask ولا asking ولا be asked. لا هو بصراحة هنا انا هستخدم بص، هو مستبعد you could to ask ومستبعد be asked، فانا استخدم you could ask ولا you could asking. ببساطة خالص دي جملة عادية خالص، دي جملة عادية. تمام، ما فيهاش بقى اي سجست اي ريكومند والحاجات اللي هي واي وود اللي هي يجي وراها الجيرند. تمام، ما فيش حاجه تخلينا نستخدم الجيرند، عشان كده انا استخدم اسك بس. يو كود اسك ذا تيتشر. وكمان يا شباب احنا عارفين ان كان وكود بتعبر عن الامكانيه. تمام، او الامكانيه، ان هي كان بتعبر عن الامكانيه في الحاضر والمستقبل، انما كود بتعبر عن الامكانيه في الماضي. كلام سيمبل خالص، الكلام ده احنا اخدناه في بارت 2، تلاقيه موجود في الخريطة الذهنية. لعلمك الخريطة الذهنية هتلاقيها موجودة في الدرايف الاتنين مع بعض. تمام، لان الدرس مترابط جدا ببعضه. رقم 7، the teacher could not for her. لا دي سهلة، دي باسف، يبقى ايه؟ بي اسكت طبعا. رقم 8، not having something to eat first. طيب هي having دي gerund، طيب وعندي question mark، يبقى اول حاجة في الدرس ده لازم اركز في عندي ايه هنا وفي عندي ايه هنا. I suggest لا، لان انا عندي ايه؟ question mark. طيب زي الفل. why don't we بتاخد ايه؟ بتاخد هنا infinitive، وهنا ما عنديش infinitive. اوكي okay. I consider جميل خالص، بس I consider دي انا اعتبرها زي بالظبط I suggest، يجي وراها الجيرند، يجي وراها الجيرند، بس جمله ايه؟ جمله خبريه، يبقى اكيد الاجابه بتاعتي هي نمبر بي. رقم 9، not go for a walk. not go for a walk. طيب هي let's جميل، بس بص عندي هنا في ايه؟ في انفينيتيف، وعندي هنا في ايه؟ في كويشن مارك. زي الفل، ينفع اخد ليتس وعندي كويشن مارك؟ لا طبعا،
طيب why don't we اهي why اهي اخدت question mark، وانا عارف ان why don't we تعبير على بعض بيجي وراه ال infinity اللي يستبعد ان انا اخدها زي الفل. shall we ما هي shall دي من الحاجات برضو الاستفهامية، عندي هنا استفهام و shall we من الحاجات اللي يجي وراها بالظبط كده ال infinity بيبقى بي ان سي. number 10 let's let's بيجي وراها ال infinity بالظبط، لان let هي اختصار let us تمام، وبيجي وراها المصدر فده كده مستبعد. طيب اما دي او اما دي اختار انهي؟ تعال نكمل الجمله. بيقول لك ذا ماتش ان ذا ستاديوم، بيقول لك ات از ماتش مور اكسايتنج اكسايتنج زير، هو بيكون جميل جدا وذات حماس هناك، يبقى ليتس ايه؟ ليتس واتش طبعا. طيب ذا ماتش ان ذا ستاديوم ده نفس الجمله، بيقول لك ات از بيتر اون تي في، لا ده بيقول لك احنا ايه بقى ما نروحش، يبقى اكيد الجمله دي منفيه يبقى نمبر سي. رقم 12 may I suggest I suggest I suggest يبقى جيراند على طول. رقم 13 not we could support our country by helping with charity work. جميل خالص. لو تلاحظ في اول الجمله انا عندي هنا we could support. طيب هي we could support يبقى الجمله فاعل وفعل ومفعول، لا ده جميل خالص الجمله مظبوطه. let's we could support هي let's يا شباب احنا عارفين ان يجي وراها infinitive، ولت اس ما هي نفس الحاجه، هو بيلا يعني بص الاثنين شبه بعض فالاثنين مستبعدين من الاخر كده. طيب my suggestion يجي وراها verb to be ما تنفعش، يبقى اكيد perhaps اللي هي اداه الرد. رقم 14 my not would be to prepare chocolate cake for chocolate cake معلش for our guests، يبقى my ايه؟ my لازم يجي وراها noun، my suggest لا، suggestion صح، recommendation صح، recommend لا، يبقى الإجابة رقم B. I suggest that he not another place to set up معناها يعد أو يجهز his new project المشروع بتاعه الجديد، يبقى أنا بقترح I suggest من الحاجات اللي ممكن يجي وراها ذات أداة ربط عادي خالص، ويجي وراها السبجكت، بس السبجكت ده بيجي وراه دايما الانفينيتيف، دايما الانفينيتيف، الصيغة دي من الصيغة المحفوظة يا شباب. رقم 16 if you ask me my is the best applicant for the job of the secretary not her bad English. جميل خالص. هنا انا عندي ايه؟ انا عندي علامة استفهام وعندي her bad، يعني عندي ايه؟ تعتبر ايه؟ تعتبر no، ما تعتبرش verb يعني تمام. استخدم بقى how about ولا what about ولا shall we ولا استخدم why don't we. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. احنا عارفين في اللغه الانجليزيه عموما ان اللي بيساوي الناون او الاقرب للناون مش الانفينيتيف، الجيرند الاقرب للناون هو الجيرند، يبقى why don't we مستبعد وشال وي مستبعد. صليت على النبي اختار ما بين دول، لان طبعا الناون بقدر ان انا احوله للجيرند بسهوله والجيرند بقدر ان انا احوله للناون. او بص لو انا قلت لك مثلا على سبيل المثال visiting hours، visiting hours دي معناها ساعات الزياره، طب ما هي ناون اساسا، احنا لو ترجمناها العربي هي ناون، ولو جينا نبص عليها في الانجليزي هنلاقي فيزيتنج دي جيرند، واخد بالك؟ فهم الاثنين بيبقوا شبه بعض او تحويلتهم لبعض سهله يعني. يبقى استخدم هاو ابوت ولا وات ابوت؟ هنستخدم وات ابوت علشان الحاجه اللي لسه قايلها من شويه. وات ابوت تستخدم للسؤال الاستنكاري يا باشا على عكس هاو ابوت. رقم 17 نوت اسك 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 تمام، يبقى ايه؟ يبقى الجمله بتاعتي ديت انفينيتيف اهو. Father for the trip money right now. He is in a good mood. هو في مزاج كويس. يبقى let's طبعا. Let's. ليه let's not؟ ودونت let's. هما على فكرة ال let's ممكن يجي وراها not وكده صح؟ أو يجي قبلها don't أو doesn't وبعد كده let's وبرضه صح في حالة النفي يعني. رقم 18 نفس الجملة بالظبط، بس بيقول لك he is furious يعني هو غاضب because the team has lost that much. هما خسروا إيه؟ خسروا الماتش. يبقى اكيد هنا جمله منفيه يبقى بي ان سي الاثنين صح. I would suggest طب ما بص استبعد would. I suggest بيجي وراها يس. رقم 20 I suggest mom. لا دي suggest. I suggest وجاي وراها ايه؟ جاي وراها فعل، يبقى يجي وراها ايه؟ الفيرب في الانفينيتيف. مش محتاجه بقى خلاص. I not having falafel to eating this badly prepared pizza. انا عايز فلافل علشان انت حلي البيتزا المعفنه دي. يبقى I recommend ولا I would recommend؟ على فكرة would
زي بالظبط I would suggest. هي I would recommend أو I recommend ويجوا وراهم having فلافل زي الفل. ولو تلاحظ إن having فلافل جت ورا إيه؟ جت ورا I would recommend أو I recommend. واخد بالك إن I recommend أو I suggest بيجوا وراهم إيه؟ بيجوا وراهم الجيران. ولو حطيت would عادي خالص مش أي مشاكل. أو ممكن إن أنا أجيب وراهم إيه؟ زي هنا بالظبط، زي هنا بالظبط لما أنا استخدمت الجيران. أو ممكن إن أنا أجيب وراها ذات زي ما إحنا متعودين، وبعد كده الفاعل والفعل في المصدر. أتمنى إنك تكون مركز معايا يعني. I consider how not our poor night boards. I consider how I consider. إحنا لو تلاحظ إن I consider من الحاجات برضو إيه، من الحاجات اللي إحنا أخدناها زي I suggest بيجي وراها الجيران. بس لو تلاحظ إن هو جاب هنا وراها أداة استفهام اللي هي إيه؟ اللي هي how، أو بتسأل عن الكيف يعني. فينفع أقول how to help، how to help، ولا how help، ولا how helping، ولا how to helping. بص هما اللي لاقيين عليها حاجة فيها to، تمام، وto إحنا عارفين إن بيجي وراها المصدر، يبقى إيه هي الصحيحة. ولو رجعت للشرح هتلاقي برضو الصيغة دي متبصمجة عندك كده في الشرح، اللي هي I consider بعد كده how أو where أو when أو أي حاجة من أدوات الاستفهام، وبيجي وراها to المصدر، تمام. ولكن أنا بقول لك برضو تجيبها في بالفهلوة يعني. رقم 23 I recommend، I recommend، I recommend، بس جوا وراها noun، يبقى إيه جوا وراها إيه؟ بالظبط كده في الإيه؟ في المصدر. I suggest جوا وراها إيه؟ جوا وراها ذات، وجوا وراها إيه؟ وجوا وراها noun، 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 يبقى إيه جوا ورا الناون زي إيه؟ جوا وراها معلش subject، تمام، فاعل، يبقى إيه جوا ورا الفاعل ده إيه؟ إيه جوا ورا الفاعل دوت فعل في المصدر، تمام؟ اللي هو إيه؟ اللي هو بي. طب ممكن أخليها should be؟ ممكن تبقى should be، يبقى بي and سي. بي ان سي، لان شود بي دي بتقويها شويه، بتقول لك اي سجست ذات روداينا بي ريدي، يعني انا بقترح ان هي تكون جاهزه علشان تنضم للتيم، او شود بي ريدي تو جون ايه، تو جون ذا تيم. طيب اي سجست، اي سجست جال وحدها يبقى على طول جيت. رقم 26 بيقول لك از ار يوز تو ميك سجستشن ان فورمال لانجويج. ان فورمال لانجويج وجايب لك ايه؟ وجايب لك ليتس بكل حالتها. بص هي ليت اس هي دي كده في اللغه الفورمال يعني، في اللغه الرسميه. انما حقيقي بص اي اختصارات، اي اختصارات بتبقى في اللغه الانفورمال، اي اختصارات بتكون في الانفورمال يعني. وانا مثلا بتكلم معاك واحد بريتش مثلا، فبقول له ليتس، مش بقول له ليت اس، لا هي ليتس على طول، فاهم ازاي؟ فالاختصارات هي بتسهل الكلام. حتى احنا في اللغه العربيه او في اللغه العاميه بتاعتنا تلاقي في اختصارات كتير جدا، فاهم ازاي؟ not easiest to show objection اللي هو الاعتراض to an idea لفكرة او اقتراح. اعتراض لفكرة او اقتراح what about لسه واخدنا من شوية what about. let's go for a walk دعنا نذهب للمشي. in other words يعني في عبارات اخرى the speaker says هيقول ايه؟ هيقول you could go for a walk. طب بص هو بيقول لك let's يعني دعنا، let us، us يعني احنا، us يعني احنا، فما ينفعش اقول you بالعقل كده. I suggest you برضو غلط، we طبعا، us تحول إلى we، us في المفعول تحول إلى we في الفعل، صح كده؟ تمام. have you considered to go over all gerund؟ have you considered الحمد لله going for a walk؟ يعني إيه رأيك؟ هو بيقوله هنا إيه رأيك تذهب للإيه؟ للمشي. طيب في عبارات أخرى ممكن المتحدث يقول إيه؟ ده نفس الاختيارات اللي فوق على فكرة. تمام you could go for a walk دي صح، I suggest you go for a walk دي صح، تمام. I suggest I، لا مش I بقى لان انا بكلمه هو، يبقى you، يبقى and be. number 30 نقط بعد كده جايب لك yes let's، ما هي let us دي اكيد السؤال كان عنها بlet's طبعا، مش محتاجة دي. رقم 30 بيقول لك she could hardly، hardly، hardly دي يا شباب لو جت بعد could او لو جت عموما بعد اي حاجه فهي بتنفيها، هي adverb لسه هناخدها ان شاء الله، تمام. هو مش عارف هو ده ايه اللي جابه هنا، ده feedback exercise، تمام تمام. بيقول لك she could hardly معناها she couldn't، she couldn't carry out the difficult task، تمام. ده السؤال المزايا اللي هو في unit 6 اساسا. مش مشكله السؤال ده لو ما حلتوش، بس هي الاجابه الصحيحه هي could she، تمام. لان هنا السؤال المزايا بيكون دايما العكس، هنا منفي يبقى هنا هيبقى مثبت، تمام. اما نيجي لشرحه ان شاء الله. رقم 32 بيقول لك we should all spread بعد كده نقط، ده اللي هو بتاع الزاو نو ارتكل و ان،
طيب جميل، تعالى كده نشوف اللي موجود عندي. بيس، بيس ده اللي هو ايه؟ بيس ده اللي هو السلام. طيب هو بيس ده اللي هو السلام، يعني دي تعتبر ايه؟ تعتبر كلمة عامة. السلام ديت هي كلمة ايه؟ كلمة عامة. طب هل الكلمة دي احنا كنا بنحددها بهل الكلمة دي، طبعا ده في الترم التاني اساسا، الحاجات دي مش عارف ايه اللي جابها هنا، بنحددها هل الحاجة دي countable ولا uncountable. بيس دي uncountable، طالما هي uncountable يبقى نستخدم no article. uncountable وحاجة عامة بنستخدم no article. تمام. رقم 33 بيقول لك it's nice that cats usually clean. لا دي سهلة، دي themselves طبعا. تمام. بس سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.